السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في مجموعة ميثودز ممكن احنا نستفاد من عندها في بايثون تخص بموضوع الـ DNS. منها مثلا خلونا نجرب السوك يساوي socket dot get host name. بعد ذلك نعمل pp print للسوك. خلينا نشوف النتيجة. right click run. نلاحظ يظهر لنا Fedora project get host name، بمعنى انه حيبحث عن اللوكو هوست اللي في داخل حاسبتك. طبعا انا اللي في داخل حاسبتي هي Fedora project. خلونا نشوف هذا نغلقه. اوكي هذا مسؤول عن الايدل، احنا ما نحتاجه not anymore. yes نفتح التيرمينال. لو كتبنا host name host name، لاحظ لما اكتب بالتيرمينال host name حلاحظ وجود Fedora dot project، بمعنى انه الكمبيوتر او الكود هذا ال get host name، بمعنى انه راح يبحث عن الهوست نيم اللي موجود في داخل حاسبتك. لو حبينا نعمل شيء اخر، يعني مثلا كوبي لهذا الكود نعمل بيست. خلونا نشوف الميثود اخر اللي هو ايضا حيعطيك نفس النتيجة اللي هو get faqdn. لو عملنا run، هذا عملنا واحد، عملنا run نلاحظ ايضا حيعطيني Fedora dot project، بمعنى انه هذا الكودين يعملون locally. لو حبينا ناخذ فكرة خارج الانترنت، خارج الحاسبة، بمعنى على الانترنت نعمل paste مرة اخرى، لكن بدل ما نستخدم get host name حنكتب get host by name اللي حيكون one argument في داخله اللي هي الهوست. خلونا نعمل دبل كليك، اخذ مثلا Fedora project copy، نعمل paste. طبعا في هذه الحالة HTTPS ما للزوم، هذا ايضا ما للزوم، حيكون بهذا الشكل start.fedoraproject.org. مفروض يرجع لي الـ IP. run اعطاني IP. زين لو اخذت ايضا هذا المرة اخرى sock، وهذا عملته 2 this one 3، هذا يبقى السوك، لكن حاطي هذه المرة get socket get host by address، الادريس اللي هو عنوان الاي بي بهذا الشكل، طبعا حتعطيها على شكل string argument run. اوكي unknown by address. I think هذا يمكن احنا عملنا mistake هنا. أنا. this one okay this is right. now تستخدم الاسم sorry الادريس، حيعطيك fedora.org وحيعطيك ايضا الاي بي اللي بياخذ من عنده. لاحظ fedora project.org ويعطيك الاي بي اللي تابع له. هنا الستارت لو لاحظنا انه هذا خلينا نعملها سوك، هذا خلينا نعملها 3. لاحظنا في المثال السابق قبلها اعطاني اي بي مختلف صح، لكن لما اكتب هنا 3 امسح من هذا 3 واعمل ران، الادريس حيرجع لمن؟ حيرجع لموقع فيدور الاصلي. لاحظ البروكسي 909 Fedora project.org يعطيك الاي بي. اذا هذا الفكره من الهوستد باي ادريس، انه ياخذ الادريس الاصلي اللي انت عامل له هوست. وايضا احنا مفروض ناخذ هذا الكوبي، لاحظ لو عملنا هذا كوبي وعملنا هون بيست واعطينا رقم 4، هذا السوكيت حاخذ هذا الاي بي address
وحضعها هنا كسترينج. اوكي واعمل run من جديد. طبعا قبل اتاكد انه هو socket. اوكي socket خلنا نعمل run من جديد. الاحظ انه اعطاني انه هو هذا البروكسي 9 فيدورا project.org وهذا هو الاي بي الاصلي. لاحظ لما عملنا الاي بي السابق اعطانا ايرور. لاحظ هسه الاي بي الحقيقي الادريس باي ادريس اعطيناه start fedora project.org اعطاني الاي بي. لما وضعت الاي بي الحالي رجالي الاسم الحقيقي اللي هو عايد البروكسي 09 fedora project.org، اي بمعنى انه start.fedora.org الاي بي ليس بي اي بي الرسمي لموقع فيدورا وانما هو جزء من عنده، اي بمعنى هذا فيرتشوال. الستارت هو فيرتشوال وبروكسي. هذا ميثود ايضا مهم جدا الادريسينج. اضف الى ذلك ممكن انه انا استخدم شيء اخر يعني السوكيت نفسها. خلونا نشوف التايم 6 دقائق نوقف هنا نكمل الدرس القادم. مع السلامة.